السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم أهم الأخبار. الداخلية تعلن إنجاز أكثر من 29 ألف معاملة لإعادة المفسوخة عقودهم. أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس عن إنجاز أكثر من 29 ألف معاملة لإعادة المفسوخة عقودهم ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، فيما أشارت إلى أن هناك توجها لإعادة مجموعات أخرى بعد إقرار الموازنة. وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنة لوكالة الأنباء العراقية إن وزارة الداخلية أنجزت أكثر من 29 ألف معاملة عودة المفسوخة عقودهم على ملاك الوزارة، وستتم عادتهم ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية. وأضاف أن عملية إعادة المفسوخة عقودهم مستمرة في طريقها للإنجاز، موضحا أن عودة 29200 منتسب غير مرهونة بإقرار الموازنة، وأكد وجود منتسبين آخرين قد تكون عودتهم بإقرار الموازنة العامة.